خبر عاجل، المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية في اتجاه المملكة المغربية. أعلنت السلطات المغربية قبل قليلة من عشية يومه الأحد 28 نوفمبر 2021 إغلاق المجال الجوي للمملكة المغربية بشكل كامل لمدة أسبوعين. وأفاد بلاغ للجنة بين وزارية لتتبع كوفيد أنه تقرر رسميا تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الاثنين 29 نوفمبر 2021 على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة. وفي خبر آخر، قالت صحيفة أفريكا انتليجونس المقربة من دوائر صياغة القرار في باريس، التقارب بين إسرائيل والمغرب أدى إلى تهميش الشركة الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع. قد منحت الرباط عقدا لشركة إسرائيلية لتزويد الجيش المغربي بمعدات مضادة للطائرات بدون طيار، في إشارة واضحة إلى أن التعاون الأمني للمملكة المغربية مع تل أبيب يسير على قدم وساق. لكن إعادة تنظيم دبلوماسي الذي بات ينهجه المغرب حرم صناعة الدفاع الفرنسية من حصتها في السوق المغربية. نشكركم على حسن المتابعة.